وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من دبي هاني فرج، موفد التلفزيون المصري. هاني، ضعني في صورة التسليم والتسلم من رئاسة مصر لكوب 27 والإمارات كوب 28. نعم، بالفعل تم في ظهيرة الإمارات التسليم الفعلي من مصر لرئاسة كوب 28. نعم، مصر كانت هي رئيسة النسخة السابقة في شرم الشيخ، وسلمت اليوم هذه النسخة الجديدة من الكوب في دبي. بالفعل أنظار العالم تتجه إلى الإمارات، ولكن في الأذهان ولكن في الاعتبارات مصر ومخرجات مؤتمر كوب 27 الذي عقد في شرم الشيخ، لا سيما فيما يتعلق بمسألة صندوق الخسائر والتعويضات. هذا الصندوق بالفعل يعني أحدث نوع من أنواع التحول الشديد فيما يتعلق بكيفية العمل الحقيقي في مكافحة التغير المناخي عن طريق هذه التمويلات التي يجب أن تتولاها أو تضخها الدول المتقدمة والدول الصناعية أمام أو إزاء الدول الفقيرة. بالفعل كان هناك العديد من الوفود التي شاركت في هذا الحدث أو شهدت بالفعل هذا الحدث، وكان هناك فخر شديد جدا من جانب الأفارقة تحديدا، لأنهم يرون أن مصر هي صوت إفريقيا فيما يتعلق بالعمل المناخي الفعال. وكما تابعنا معكم أيضا خلال هذه النشرة، كان هناك إشادات وتقدير من جانب دولة الإمارات، من جانب رئيس الدورة الجديدة للكوب 28 الشيخ سلطان الجابر أو دكتور سلطان الجابر، إزاء دور مصر وإزاء الحلول التي قدمتها مصر والسبق والإنجازات التاريخية التي فعلتها مصر في مجال العمل المناخي ومكافحة سخونة الأرض. أيضا دعيني أقول لك أن المنطقة العربية شهدت للمرة الثانية على التوالي عقد قمتين أو عقد قمة مرة أخرى، الأولى كانت في مصر والثانية كانت اليوم تنطلق اليوم في دولة الإمارات. نعم، العربية الشقيقة. هذا يعني الكثير، يعني أن هناك ثقل حقيقي من جانب مصر ومن جانب الدول العربية الأخرى، ولكن أيضا يعني أن هذه المنطقة هي من أشد المناطق تأثرا بالتغيرات المناخية، سخونة الأرض على سبيل المثال الإمارات. نعم هاني، ماذا عن جدول أعمال القمة والشق الرئيسي فيها تحديدا؟ وهي في نفس الوقت دولة منتجة بتروليا، ولكن الإمارات كما قال سلطان الجابر دكتور سلطان الجابر رئيس هذه الدورة، الإمارات تسعى حاليا إلى إيجاد حلول بالتعاون مع الجميع، بالتعاون مع القطاع الخاص، بالتعاون مع القطاع الحكومي، بالتعاون مع العلماء، بالتعاون مع الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا الرقمية، من أجل مكافحة العديد من الأمور. وهذه التصريحات ليست فقط اليوم، لكن شهدناها أيضا خلال الفترة التي سبقت الكوب. يعني حتى الآن نرى أن هناك مفاوضات مغلقة ومطولة في أروقة هذا المؤتمر من جانب العديد من الوفود التي قدمت إلى مصر. على سبيل المثال بنجد أن هذه الوفود تضم وفود متخصصة أو أعضاء متخصصة في مجال مكافحة التغير المناخي، أخرى في مجال التمويل، أخرى في مجال الطاقة والتحول نحو الطاقات الخضراء والمشاريع الخضراء. ودعيني أقول لك أيضا أننا الآن إذا أيضا فرصة كبيرة فيما يتعلق بمصر وعرض فرص استثمارية كبيرة جدا في مجال الطاقة الخضراء. هاني، مصر لها بالفعل رصيد كبير سواء عربيا أو إفريقيا أو على المستوى العالمي. نعم هاني.